نقف مع هذه الصور المباشرة على ما يبدو. هناك كما تشاهدون اندلاع حريق في طائرة في اليابان، وذلك نتيجة الزلازل الأخيرة هذه بسبب المعلومات، هذه نتيجة المعلومات الأولية حتى الآن. إذن هي طائرة على ما أعتقد تتبع للخطوط اليابانية تندلع فيها النيران نتيجة الزلزال، هذه حسب المعلومات الأولية الواردة حتى الآن. Thank you.